مكملين جولتنا الحين في الباحة، ووجهتنا راح نروح لأحد أهم الأسواق اللي معروفة في المنطقة، اللي اسمه سوق السبت، وسابقا كان اسمه سوق الخميس. في هالسوق مفترض أنه راح نتعرف على الموروث والتراث الشعبي اللي موجود، الحرفية طبعا، وأيضا كمان راح نشوف أهم المنتجات الزراعية اللي تزرع في الباحة، وواحد منهم أكيد العسل. وصلنا لسوق السبت في الباحة، هذا السوق اللي يفتح من الساعة 8 إلى الساعة 10 الصباح بس. ما شاء الله أشوفكم مرتادين سوق السبت. والله الحمد لله طيبين والتراث وال... إيه، وش اللي أكثر شيء يجذبك في السوق؟ والله يشتري الأشياء القديمة. ما شاء الله. الصحول حقت العيش. إيه. السفر القديمة زي كذا. إيه. أهل الباحة يحبون التراث ولا؟ أكيد. ليه؟ أساس الأصالة. صحيح صدقت. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. حياك الله. كيف حالك؟ الله يعافيك. طيب؟ ما شاء الله شغال هنا في سوق السبت من زمان الظاهر يبا ولا؟ أيوة. كم سنة لك ما شاء الله؟ من سنين طويلة يعني. ما شاء الله أنت أغلب المنتجات اللي عندك هنا زراعية ولا؟ كل شيء فيه في المخازن وهنا. ما شاء الله تبارك الله. والله مليانة. هذا كله شغل يدوي ما شاء الله. شغل يدوي. شغلك أنت يبا؟ شغلي أنا. السلام عليكم، صبحك يلا بالخير. الله يصبحك بالخير. شلونك يا ابوي؟ مرحبا. وش عندنا من العسل؟ والله عندنا عسل صيفي. الصيفي؟ صيفي وعسل سمرة. السمرة هذا تبعكم انتم يا الباحة ولا؟ هي تبعنا احنا المنطقة هذه. تعرف ايش فائدة العسل؟ العسل منشط للجسم، منشط كامل. لجميع الانسان. صحيح. نعم نعم. احلى. بس اذا انه عسل صح صافي. احنا بالرياض يجينا العسل الاصلي ولا ما يجينا؟ لا يجي. بس غالي العسل الاصلي. ليش؟ الاصلي الكيلو عارف كم تاخذه؟ الاصلي اللي هو صح. ايه. اقل ما تاخذه ب 400 ريال. اوف. والله هذا يعني العسل الاصلي. بتبيعني الان ب 400 ريال يا ابوي؟ ايوه كان اصلي. ها؟ نبي خصم طيب. شوف الكلام على جودة العسل. ايه. ايوه نعم. في عسل اصلي وفي عسل يمشي حاله. طيب كيف اقدر اعرف اذا كان اصلي ولا لا؟ انا ما ابي انغش. خذ لك كاسة. كاس. حط فيها بالعقل. ايه. لما العقلتين عسل في الكاسة. ايه. حط عليه موية. حطينا عليه مويه. اذا انه طال عمرك صح، اذا يعني امتزج مع المويه. إذا امتزج مع المويه معناته ما هو عسل. طيب واذا انه طال عمرك بقى زي ما هو، تعلم بعد ساعه بعد ساعتين سوى لك خليه نحل زي هذه. لا. سبحان الله العظيم، هذا العسل الحر. انا اشوف السام من الان بدا يلعب هنا، هو يعتبر من الرموز هنا، رموز الوطن جوا والكرم والجود. هذا يا السمن والعسل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. في سمن. سمن هذا. ما شاء الله من أهل المنطقة يا إبا؟ لا أنا من الرياض. من الرياض. يا أهلا وسهلا فيك. سايح أجل هنا في المكان. هنا. ما شاء الله وش يجيبك للباحة في السياحة؟ وتمشى. هيا جان. تقضى. ايه. أعرف السوق ذا من زمان يعني. ندخل. ما شاء الله كم. والله أحيانا نمشي من الرياض علشان. لين سوق السبت؟ أيوه. ليه وش السبت؟ يعني السمن طبيعي والعسل طبيعي. المنتجات كلها واثق فيها انها طبيعية ان شاء الله. يا جمالية السوق يا جماعة، الناس هنا اهل طيبة واهل كرم. حتى الطماطم موجود. ها؟ شوف. ما شاء الله تبارك الله، البهارات هنا اجل. ها؟ الله حياك الله. الله يحييك يا مرحبا. كيف ماسك السوق الظاهر انت بالحال؟ ان شاء الله. ما شاء الله هامور. وش عندنا ابرز البهارات اللي هنا؟ موجوده الخير، موجوده البهارات اليمنيه وغيرها. ايه. وش يطلبونك اهل الباحه اكثر شيء؟ منطقه الباحه. منطقه الباحه يطلبون زي القشر. وين القشر؟ هذا هذا المحبوك. هذا وش تبع ايش يستخدم فيه؟ هذه تطبخها زي الشاي، تحطها مع المويه وتطبخ وتشرب. يعني غير القهوه قشر القهوه؟ هذه قشر القهوه. واو، القشر حق البن احسن من البن. سبحان. ايوه نعم. يعني تنصح نجرب؟ ايوه على مسؤول. بعدين ممتاز للمسالك البوليه للالتهابات، احسن من البن. البن يلا عطنا. ترتاد كثير سوق السبت يبا؟ انا اسبوعيا. بس وش يمثل لك سوق السبت؟ يمثل لي تاريخ. انا اعرف سوق السبت هذا وهو اللي ساعه يعني الدكاكين حجر.
يعني بنيان حجر. لاحق عليه من البداية. أيوة أنا لاحق عليه من قبل 40-50 سنة. ما شاء الله. هذا كان حق دكاكين حقت بن وقهوة وسكر وشاهي. اليوم ما شاء الله صار ذهب ومجوهرات. ذهب ومجوهرات وكله. السلام عليكم. شلونك يا خالتي؟ حياك الله. وش عندك هنا؟ وش هذا؟ عندي كادي وريحان. كادي وريحان؟ وسعره هو عليه؟ في 30 20. وكيف سوق السلف مساعدكم يعني؟ الحمد لله يا رب الفلاح. هذا ما كانت قبل 30-40 سنة، ما كانت تتزوج عروس إذا ما يجيبوا لها هذه. ما شاء الله. تسوي زي كذا. أحيانا تسوي زي كذا. يعني يا جماعة إذا حد يبيع عرس لا يفوته، ها؟ 20-30 ريال يغلق أمور عرسه. نعم. نكمل أبو محمد؟ تفضل. يعطيك العافية خالتي، شكرا. ما شاء الله تبارك الله. والبط. والبط كل شيء. ما شاء الله تبارك الله، هذا أكبر أرنب أشوفه هنا الآن. لابد تاكلوا العمدة أسعاره نار. كم الأرنب البري؟ بخمسة؟ ها؟ 50. حبة الوحدة بكم؟ حبة بريال. هذه كانت جولتنا في سوق السبت هنا في بلجرشي في منطقة الباحة. سوق جميل جدا، يذكرك بأيام أول التراث وكيف طريقة زمان أول كانت أسواقهم كيف تكون. عشنا التجربة هذه بصراحة، دخلنا بين الناس، تعرفنا على المنتجات الشعبية المهمة اللي موجودة هنا، لكن جولتنا لاستكشاف منطقة الباحة لسه توها في بدايتها وما عاد معنا وقت. يلا نكمل.